رحل ودون سابق إنذار، فقدناه ولم نعد نقتفي له أثرا غير أعماله الشاهدة على عطائه وكرمه، طبيب الفقراء كما يسميه البعض. الدكتور عمار سمايلي صاحب عيادة خاصة بطب العيون في ولاية باتنا، ذاع صيته بالشرق الجزائري وعبر كامل التراب الوطني بأخلاقه وخصاله الحميدة وضميره المهني. ولد المرحوم سنة 1963 ببئر الشهداء في ولاية أم البواقي. تلقى تعليمه الابتدائي بمسقط رأسه، ثم أكمل تعليمه المتوسط والثانوي بشلغم العيد. تحصل سنة 1981 على شهادة البكالوريا بامتياز، ليشق طريقه نحو التميز بكلية الطب بقسنطينة، ومنها إلى ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا وفرنسا. وكان في بعض الأحيان أنه يقدم يعني عملية جراحية مجانا، وساهم يعني بكل القوة تاعه في يعني إعادة الأمل إلى 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 مرضى اللي كانوا ميؤوس منهم، وراه ساعد يعني بزاف الفقراء والمحتاجين. المرحوم كان سباقا لفعل الخير، ومن أوائل من لبوا نداء عائلة سليخ محمد التي مرت ببرنامج وفعل الخير، حيث تكفل المرحوم مجانا بجميع العمليات الجراحية لبناته الكفيفات، كما كانت له مساهمات أخرى في الحقل الخيري. لم نقصده يوما وأعادنا في إفعال الخير. كان لي موقف شخصي معه، أن أحد أبنائي وهو صغير أصاب أحد أبناء الجيران، وأخذته إليه لمعالجته، فتحمل كل التكاليف شخصيا، يعني أعاد للطفل بصره بفضل الله تعالى. مسيرة حافلة بالعطاء على مدى 55 سنة، توجها المرحوم بسخائه وعطائه ومساهمته في الأعمال الخيرية، لينتقل إلى رفيقه الأعلى قبل أيام قليلة، تاركا وراءه رصيدا علميا يحسب له. فألف رحمة على روحك الطاهرة يا من لقبك بطبيب الفقراء. إذن رحم الله الدكتور عمار.